في الولايات المتحدة، يعني هناك حتى الآن أرقام تشير لأن هي أكثر بلد في العالم يحملون فيها الأسر الأسلحة. 42% من الأسر الأمريكية على الأقل في كل أسرة هناك سلاح واحد. هذه الحادثة التي وقعت يوم أمس لدونالد ترامب، ألن تجعل الرئيس القادم سواء كان دونالد ترامب أو بايدن يقر ربما قوانين جديدة من أجل حيازة الأسلحة كما فعل، ونتذكر السنتين الماضيتين في يونيو 2022 جو بايدن لتقنين حيازة الأسلحة لعدم تكرار ما حدث؟ لا أعتقد أن هذا الحادث على وجه التحديد سوف يغير أي شيء، فحتى الآن لا يمكن إثبات أن السلاح المستخدم في حادثة اغتيال ترامب بالأمس لم تكن مرخصة. إذا كان هذا السلاح غير مرخص فحينها يمكن القول أن نحن بحاجة إلى إعادة تعديل التشريعات، ولكن بعد العديد من الحوادث التي تم فيها استخدام الأسلحة كان الديمقراطيون دائما يحاولون تغيير السياسات وتغيير سياسات حيازة الأسلحة، وكانوا يركزون بشكل أكبر على توفير مساعدة عقلية ومساعدة نفسية للأشخاص الذين يسيئون استخدام الأسلحة. كذلك أيضا كانوا أيضا يمنعون كبار المحاربين من استخدام الأسلحة وحيازتها. بتقديرك هل سنشهد مزيدا من الاحتقان ما بين جمهور الديمقراطيين وجمهور أيضا الجمهوري، لاسيما أن سمعنا الشاب المتهم بربما اغتيال دونالد ترامب، محاولة اغتيال دونالد ترامب، رأيناه يقول في هذا الفيديو أنه يكره الجمهوريين، فبالتالي هل سنعود لفترة الاحتقان التي شهدناها مع خسارة دونالد ترامب؟ للأسف الشديد هذا الحادث بالفعل يثبت أن هناك عامل استقطاب بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، وأن هناك بالفعل حالة من الكراهية بين الأشخاص تجاه الأحزاب، ولكنني أقول بكل وضوح أن هناك العديد من جرائم الكراهية لا ترتكب فقط بالأسلحة ولكن أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هناك دائما حوادث الكراهية وهناك دائما تراشق بالعبارات والألفاظ بين الأشخاص من كلا الحزبين، ولذلك فالأمر لا يتعلق فقط بالأسلحة ولكن أيضا يتعلق بحالة الكراهية العامة، وهناك حالة من الاستقطاب لدى الشباب. هناك العديد من الشباب يجدون أنفسهم مستقطبين للدفاع ومناصرة لمناصرة حزبه والدفاع عنه، حتى يصل الأمر إلى الهجوم على أحد رموز هذا الحزب. طيب سيدة إيرينا، أيضا يعني دوافع بتقديرك هذا الشاب حتى ولم تعلن عنها الشرطة حتى الآن، لم تتضح كما تقول الشرطة دوافع حتى الآن لمطلق النار لاستهداف دونالد ترامب، بتقديرك هل هو فقط كره هذا الشاب للجمهوريين أم باعتقادك هناك دوافع أخرى أكبر من ذلك؟ عادة هناك بعض الأشخاص لديهم توجه لاستخدام الأسلحة، وهناك بعض الأشخاص يعانون من عدم الاستقرار النفسي،
وهذه هي حالات سائدة في الولايات المتحدة. سمعنا عن كثير من القصص التي قام بها الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية لاستهداف آخرين بسبب الكراهية، ولذلك فإن عنصر الكراهية عنصر واضح في هذا الأمر. أيضا الاستقطاب السياسي يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر، وهناك العديد من الحوادث، حوادث العنف التي تم فيها استخدام الأسلحة من قبل الأشخاص ضد رؤوس بعض الأحزاب، وهذا أمر شائع ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. الاف بي اي تقول ان مطلق النار لم يكن يحمل معه هويه وكان يحمل السلاح. سيده ايرينا، بتقديرك هل يمكن الحديث الان عن ثغره امنيه من قبل الشرطه السريه التي تؤمن هكذا اجتماعات لدونالد ترامب او حتى للرئيس الحالي بايدن؟ من الصعب أن نقول أن هناك قصور أمني من قبل الأجهزة الأمنية. كما تعلمين هناك آلاف الأشخاص كانوا يحضرون هذا الاجتماع أو هذا الحفل الانتخابي، ولكننا في نفس الوقت لا يمكننا أن نعفي قوات الأمن ورجال الشرطة وغيرهم من الأجهزة الأمنية من مسؤولياتهم، لأنه كان من المفترض في مثل هذه الحشود أن يتم تشديد الرقابة والتدقيق على الأشخاص الداخلين، وأيضا التدقيق على كل الأشخاص المحيطين بمنطقة الحشد الانتخابي. لذلك أنه ولكن في مثل هذه الحالة التي شاهدناها، كان هذا الشخص الذي قام بإطلاق النار كان قد قام بالإطلاق خارج محيط منطقة وجود ترامب والحشود المشاركة. لذلك فإنه لقد قام باستخدام السلاح من بعد، ولذلك فإننا لا يمكننا أن نلقي باللائمة على رجال الشرطة أو على رجال الأمن، ولكنه كما قلنا وكما يقول الجميع أنه يجب في المستقبل تدقيق الإجراءات الأمنية بشكل أفضل. لذلك فإنني أقول أنه يجب بالفعل تدقيق الوضع الأمني. ما حدث سيدة إيرينا هذه الليلة هل يخدم بشكل أو بآخر الرئيس المرشح دونالد ترامب؟ نعم بالفعل إلى حد ما يمكن أن يعزز هذا الحادث من شعبيته، وأعتقد أن العديد من الجمهوريون الذين كانوا لا يريدون التصويت لدونالد ترامب، أعتقد أن بعد هذا الحادث سوف تتغير آراءهم وتتغير وجهات نظرهم تجاه ترامب، ويمكن أن نجدهم الآن في صناديق الاقتراع يصوتون لصالح ترامب في الانتخابات المقبلة. لذلك فإنه من الواضح أن هناك أيضا حالة كبيرة وحالة متزايدة من التعاطف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا أمر واضح. هناك الكثير من المعلقين الذين أكدوا على ذلك الأمر. لذلك طيب، تداعيات ما شهدناه هذه الليلة بتقديرك هل يندر بعودة ربما فترة الشعبوية، ودعينا نسميها فترة العنف، التي رأيناها من أنصار دونالد ترامب عام 2020 عندما لم يقروا بالهزيمة أمام الرئيس الحالي بايدن؟ ليس هذا هو الحادث الأول في السنوات الأخيرة. المتحدث باسم الجمهوريون
تم استهدافه بأسلحة نارية خلال حفل رياضي للعبة البيسبول، ولذلك فإنني لا أعتقد أن هناك استقطابا سياسي في هذا الشأن، ولكن ولا يمكننا ويمكننا أيضا أن نستبعد نظرية المؤامرة، فهذا الأمر حتى الآن ما زال قيد أداة التحقيق، ولا يمكننا أن نلقي باللائمة على فكرة ظهور حالة الاستقطاب. طيب أستاذة إيرينا، بتقديرك إلى أي مدى سيؤثر أو أثر وسيؤثر هذا الحادث ربما في الأمن القومي الأمريكي، ونحن نقترب من فترة حساسة وهي فترة الانتخابات في نوفمبر المقبل؟ أعتقد أنه سوف يكون هناك العديد من المخاوف. أعتقد أن الأغلبية في الجمهوريون ومثل هذا الحادث سوف يخلق المزيد من المخاوف تجاه الانتخابات المستقبلية. إن الحالات الفردية من العنف ليس بالضرورة تؤثر على الحالة السياسية، ولكننا كنا بالفعل في حالة توتر سياسي شديد، وجاء هذا الأمر ليزيد الطين بلة، ولذلك فإنه هذا الحادث على وجه التحديد بالفعل زاد من حدة التوتر، ولكنه أيضا ألقى الضوء على بعض المشاكل الأمنية التي يجب معالجتها، وكذلك أيضا ألقى الضوء على بعض المسائل المتعلقة بالحاجة إلى سن تشريعات جديدة من أجل بشأن حيازة الأسلحة. ولذلك أيضا فإن حالة الاستقطاب لا بد من إعادة النظر في حالة الاستقطاب السياسي لدى الشباب. هناك من يقول، ونحن أيضا نستبعد فكرة أن الولايات المتحدة تمر بحالة حرب أهلية.